لأننا موطني الانتخابي الأول وهي الدائرة 33. علي عبد الله الصالح من مدينة التعز صعد على منصة الحكم، ومن مدينة التعز سيسقط، هكذا يقولون أهل تعز رجالا ونساء وأطفال. الغالبية هنا يرددون كلمة مكونة من 4 أحرف، لكنها هزت أنظمة عربية ما كان يتوقع لها أن تهتز. ارحل. ما كان يعرف عن أهل تعز من قبل، أو بالأصح ما كان يصوره النظام الحاكم عنهم من تصور سلبي، فهم من بدأوا الثورة في اليمن، وهم أول من واجهوا رصاصات النظام بسطورهم العارية. سقط الشهداء والجرحى، لكن أرواحهم الثورية لم تسقط، وحناجرهم لم تهدأ. يرفعون السبابة والوسطى، النصر أو الشهادة، ولا خيار ثالث. علي صالح الذي لطالما مجده الممجدون ومدحه المادحون، صاحب الفخامة والسيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باني نهضة اليمن الحديث، صانع الوحدة، محقق المنجزات، وألقاب كثيرة لا تعد ولا تحصى كانت تردد على مسامعه من قبل بلاطجة مدفوعي الثمن. اليوم شباب تعز لم يطيقوا حتى النظر إلى صوره. هكذا إذن هي نهاية صالح، حتى صوره لم يعد لها نصيب في شوارع ومراكز مدينة تعز التي تئن من قلة المشاريع التنموية. ولسان حال الثوار يقول: سئمناك وسئمنا كبرياءك، نريد أن نعيش وتعيش الأجيال من بعدنا دون النظر إلى وجه سفك دماءنا وانتهك أعراضنا وأكل خيراتنا ودمر حياتنا. هذه هي إرادة الشعوب القوية التي لا يجب الاستهانة بها. لقد مزج الأحرار مرارة الرصاص والقنابل بحلاوة الحرية، فطقت حلاوة الحرية بمرارة العذاب، ويظل الوطن شامخا كشموخ الجبال، ولتغني آمل عرفة لوطن لا يقبل إلا الشعوب.